بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة عايزين نتكلم عن واحد من الكتب اللي أنا شايفها من أهم الكتب اللي كتبت في اللوجستيات عموما، وهو The Logic of Logistics أو منطق اللوجستيات لديفيد سيمشيليفي. ديفيد سيمشيليفي هو بروفيسور في معهد MIT في الانفيرومنتال والسيفل انجينيرنج، وقدم مؤلفات كتيرة قوي في السبلاي تشين مانجمنت والكاستمر فاليو والانفنتوري ديبلويمنت والديستريبيوشن نتورك والجلوبال لوجيستكس وحاجات كتيرة قوي. النهارده انا جايب لكم كتاب اسمه منطق اللوجستيات. ايه اللي بيختلف والكتاب ده عن الكتب التانية اللي احنا بندرسها في اللوجيستكس؟ الكتاب ده بيتضمن تطبيقات وابليكيشنز تقدر تطبقها فورا وانت شغال في اللوجيستكس في اي مجال كانت. بيعتمد على الماثيماتيكال مودلز، النماذج الرياضيه اللي بتعتمد على الستاتستكس والاوبريشنز ريسيرش والكمبيوتر ساينس في انك تحل المشاكل المتعلقه باللوجستيات. هنبدا نتكلم في الكتاب مع بعض وهنبدا نشوف المحتويات بتاعته عامله ازاي معانا. في مقدمة الكتاب الكاتب بيقول إن هو الكتاب نشأ من مجموعة من الكورسات اللي كانت بتدرس للجراديويت ليفل ستودنتس من الخريجين آخر 10 سنين في الوقت اللي كتب في الكتاب. التركيز في أول كام سنة كان على حاجات بسيطة جدا زي مشكلة الترافلينج سيلزمان بروبلم، ولكن بعد كده في الأبحاث اللي طلعت 1985 زي الأناليسيس أوف فيكل راوتنج بروبلم والانترودكشن اوف بارت تو بوليسيز اللي كانت مهمه جدا في الانفنتوري مانجمنت واثبتت فعاليتها بصوره كبيره قوي، بالذات لما تبقى بتشتغل في اكتر من ريتيلر وعندك ديستريبيوشن سيستم او نظام توزيع. بعض الريزلتس دي كلها بقت مهمه جدا ان انت تقدر تضيف معاك البروبابيليتي والرياليستيك او حاجات واقعيه من مشاكل لوجيستيات زي الاستوكاستيك انفنتوري بروبلمز وغيره. في السنين الاخيره بدأ في يزيد التوجه ناحية الاهتمام بمنطقة اللوجستيات خلال المصنعين والأكاديميين كلهم. بعض القوى اللي ساهمت في الموضوع ده، أولاً إن المصنعين أدركوا كم الهائل من التوفير اللي ممكن يوفروه بإن هم يخططوا اللوجستيات بتاعتهم بأنظمة لوجستية معقدة. وبالفعل وول مارت والنجاح الساحق بتاعها ممكن يرجع لأن هي طبقت أكتر من استراتيجية اللوجستيات أشهرهم ولم يكن أوحدهم اللي هي الكروس دوكينج. تاني حاجة هي تطور نظام المعلومات واللي خلى عندك أنظمة دعم القرار، أنظمة اتخاذ القرار بتبقى سهل جدا جدا إن هي تساعدك تعمل وتاخد decisions كلها. الديسيشن سبورت سيستمز دي بدأت تتطور هي كمان لغاية ما تبقى سهلة جدا في الاستخدام كأنك بتستخدم موبايل أبليكيشن، واللي خلاك تغير فكرتك تماما عن اللوجيستكس سيستمز وإزاي تديرهم. الديفلوبمنتس دي كلها أو التطورات ساعدت الأكاديميين وحفزتهم على إن هم يشتغلوا ناحية إجابة الأسئلة اللوجستية اللي بتطرح في الأبحوث. زي إيه؟ زي مثلا بعض التقنيات الكتيرة اللي طلعت اللي مش مرتبطة بالمشكلة نفسها ويمكن تطبيقها على أي مشكلة كانت موجودة، وده اللي بيخليها قوية جدا إن التقنيات دي تقدر تطبقها على أي مشكلة كانت. على سبيل المثال أنا بقول لك مشكلة في النقل، فأنا بقول لك إن أنا عندي مشكلة وبتبدأ حلها 1 2 3، بغض النظر عن نوع المشكلة اللي أنت موجود فيها، الحل ده بيصلح لمعظم المشاكل بتاع عمليات النقل. الابروتش ده كانت بتستخدم خصائص معينه للمشكله من غير ما تكون مرتبطه بالبيانات اللي موجوده، يعني هي في الاول وفي الاخر ماليش علاقه بالمشكله، انا هقول لك الحل بتاعها برضو. وده بيتضمن حاجات زي الورست كيس والافريج كيس اناليسيس او اسوأ سيناريو والسيناريو اللي هو افضل سيناريو مثلا او السيناريو المتوقع على طول اللي احنا نمشي بيه. لكن تقنيات كتيره من التقنيات دياتي قدرت تقف تضمن ان هي الكفاءه والفعاليه بتاعتها تبقى عاليه قوي، ولكن في مواضيع كتيره الانسايتس او المعلومات اللي انت اخذتها من الاناليسيس دي كلها ممكن تستخدمها عشان تطور حاجات معقده شويه. اوكي، وهو ده الاوبجكتيف بتاع الكتاب ده. الحاجات المعقده دي مش معنى كده ان هي صعبه او غير مفهومه، ولكن هي انظمه شويه بتعتمد على شويه تكنيكس مختلفه ممكن انت ما تكونش تعرضت لها قبل كده. بالتاكيد الكتاب ده هو مش بالضروري ان هو يبقى حاجه مرهقه جدا واحدث ما توصل اليه العلم في اللوجستيات، ولكن الفيلد ده تقدر تقول ان هو كبير جدا 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 ان احنا نقدر نخطيه في كتاب واحد. بالاضافه لكده البراكتيشنرز او الممارسين ممكن يشوفوا التقنيات اللي احنا عملناها اللي احنا بنقدمها التقنيات البسيطه وبيشوفوها كانها حاجات معقده. بالفعل بعض المشاكل اللي بتواجهك في الانظمه دي بتبقى حاجه معقده وبقى ليها اكتر من وجه واكتر من طريقه تحلها بيها. الفكرة هنا إن استخدام التقنيات دي بيضمن لك توفير وبيضمن لك حاجة أفضل بكتير جدا وقرارات أفضل بكتير من مجرد التقنيات العادية. الكتاب ده مكتوب عشان الناس الخريجين، مش موجود عشان الناس اللي لسه بتدرس.
والريسيرشرز الباحثين، وكذلك البراكتيشنرز اللي هم المارسين على طول لعمل مهنة اللوجستيات. احنا بنفترض ان القارئ فاميليار او عنده يعني بيسك نوليدج، هي لينير بروجرامينج او البرمجة الخطية، نظرية الاحتمالات، الجراف ثيوري اللي هي نتورك ديزاين واللي موجودة برضه في الاوبريشنز ريسيرش اللي بتتسمى نتورك مودلز. وفي بعض الاحيان برضه انت ممكن تعدي الحاجات دي كلها من غير ما تبدأ تبص على كل حاجة بالتفصيل. يعني في نفس الوقت هو بيودي لك تريتمنت او معالجة كويسة او لتحليل الاداء، واللي بتتضمن حاجة اسمها الورست كيس والبروبابليستيك اناليسيز ولينير بروجرامينج، وكذلك برضو ان ديبس او تحليل عميق لمجموعة من المشاكل المختلفة في الفيكر راوتينج. ولما انت تبقى موجود في مكان وبتوزع المنتجات بتاعتك لكذا مكان وعايز تعرف انهي طريق وانهي طريقة سكاجولينج اللي خليك تمشي باقل او اقل مسافات من دي كلها، وبالتالي توفر لك التكاليف. كمان هيوفر لك حاجة تفصيلية او تحليل تفصيلي ولكن سهل جدا ان انت تتبعه للانفنتوري مودلز ومشاكل الانفنتوري، وكمان موديل عشان ينتجريت الانفنتوري كنترول والترانسبورتيشن بوليسيز في حاجه واحده، وتبدا بعد كده تعرف يعني ايه الافكتنس او فعاليه الكروس دوكينج. وكذلك برضه هيديك ديسكريبشن او وصف للديسيجن سبورت سيستم، لانظمه دعم القرار اللي بتستخدمها للبلاننج واداره الاوجه المختلفه وانظمه اللوجستيات. جزء من الكتاب ده هو مبني على النظريات، او مش مبني على النظريات، مبني على التقنيات اللي موجوده في الماثيماتكس اوف اوبريشنز ريسيرش، تقنيات بحوث العمليات، وهو ده اللي كله هنتكلم فيه عن مقدمه الكتاب. في الجزء الاول بيتكلم عن انترودكشن او مقدمه للكتاب كله، وبيسال سؤال بسيط قوي: ايه هي اللوجستيات او ايه هي اللوجيستكس مانجمنت بصوره اساسيه؟ وبدا يقول ان المنافسه الشرسه القويه اللي موجوده دلوقتي في الاسواق العالميه، التقديم منتجات اللي دورة حياتها قصيرة جدا زي المنتجات التكنولوجية، زي منتجات الملابس اللي هي أصبحت من 3 شهور ل 18 شهر هي دورة الحياة بتاعتها، أجبرت المصنعين إن هم يستثمروا استثمار كبير جدا ويوجهوا انتباههم ناحية أنظمة اللوجستيات. ده مع التغيير اللي حصل في نظام النقل والتكنولوجيا بتاعت الاتصالات، على سبيل المثال اتصال الهواتف الجوالة، الموبايلات اللي بقت موجودة معانا، والترانسبورتيشن تكنولوجيز أو تكنولوجيا النقل زي الاوفر نايت ديليفري او التوصيل في نفس اليوم، شجعت على المصنعين ان هم يتبنوا بصوره كبيره قوي ويتطور انظمه اللوجستيات. في الانظمه دياتي هتلاقي المنتجات بتنتج ممكن في مصنع او في مجموعه مصانع مختلفه، وبيتم شحنها لمخازن عشان التخزين المؤقت، وبعد كده بتروح لموزعين، وموزعين يبداوا يودوها لتجار التجزئه اللي هم في النهايه بيبيعوها للعملاء. واللي بيتضمن اللوجيستيك استراتيجي لازم تاخد في الاعتبار كل الناس المشاركين في اللوجيستكس نتورك، اللي هي بتتكون من السبلايرز، الموردين، والمصنعين، والمخازن، والموزعين، وبياعين التجزئه لحد الوصول للعميل النهائي. كذلك بتتضمن برضو اداره المخزون اللي موجود فيها المواد الخام والمخزون تحت التصنيع والمنتجات الجاهزه ما بين الحاجات دي كلها. في حين ان الكونسل اوف لوجيستكس مانجمنت بيقول عن تعريف اللوجستيات واللي هي مؤسسه غير هادفه للربح، ان هي عمليه تخطيط وتنفيذ والتحكم في الكفاءة والفعالية لحركة المنتجات والخدمات وتخزينها والمعلومات المصاحبة ليها من نقطة لنقطة بغرض الاستهلاك أو بغرض تلبية احتياجات العميل. التعريف ده بيقول لك إن في عندك بعض الحاجات اللي أنت بتبدأ تلاحظها وبعض المفاتيح اللي فيها. أول حاجة لوجيستكس مانجمنت بتاخد في كل الاعتبار كل منشأة داخلة معاك فعالية النظام ككل. ده النظام الكل بتاع السبلاي تشين، ومهم جدا إن أنت تعرف إيه الدور اللي بتلعبه اللوجيستكس في خلال السبلاي تشين كلها. وهنا بتتكلم عندك المصنعين والموردين والموزعين في النهايه اللي بيودوها للوير هاوسز. الوير هاوسز دي ممكن تكون تجار اجزاء، ممكن تكون تجار جمله، او ممكن تكون اونلاين ماركتس او اسواق الكترونيه اللي بتوديها في النهايه للعملاء، او بتوديها للريتيل ستورز اللي هم بايعين التجزئه في النهايه. الدور المهم اللي بتلعبه اللوجستيات تاني ان الهدف بتاعها ان هي تبقى تخلي السيستم كله يشتغل بكفاءه وفعاليه. الهدف ان احنا نقلل تكاليف السيستم كلها من اول الترانسبورتيشن والديستريبيوشن والانفنتوري كله. يبقى التركيز هنا مش ان احنا نقلل بكل بساطه تكاليف النقل، او ان احنا نقلل تكاليف المخزون، بدلا من كده مفهوم عشان نقلل تكاليف النظام كله. واخيرا اللوجيستكس كلها بتدور حوالين ان انا اخطط وانفذ واتحكم في اللوجيستيك نتورك، بما في ذلك بتضمن انشطه كتيره جدا من اول الاستراتيجيك ليفل او المستوى الاستراتيجي لحد المستوى العملياتي. وبالفعل في بحث سنه 1984 هو ده اللي اتقدم في البرودكشن والانفنتوري كنترول سيستم، لما قالوا ان اللوجيستكس بتمشي على 3 مستويات:
المستوى الاستراتيجي اللي بيتعامل مع القرارات اللي بتاخد تأثير طويل الأمد على الشركة، وده بيتعلق بعدد منشآت الإنتاج ومنشآت التخزين اللي هتبقى موجودة عندك، وأماكنها هتبقى موجودة فين، ومساحة والطاقة الإنتاجية بتاعت كل واحدة هتبقى قد إيه، وتقدر تقول إن هي خاصة بحركة الماتيريال أو الفلو أوف ماتيريال ما بين نقطة والتانية. على المستوى التكتيكي ده بيتضمن على طول الأنظمة أو القرارات اللي هي بتحصل كل 3 شهور أو كل سنة، وده بيتضمن قرارات الشراء وقرارات الانتاج والانفنتوري والترانسبورتيشن. مين اللي احنا بنتكلم على السكاجولينج اوف برودكشن بلانز والسيكونسينج والباتشنج وغيرها من الحاجات اللي بتحصل على المستوى من 3 شهور لحد مثلا سنة او 18 شهر. وفي المستوى العملياتي هنا بنشير للانشطة اللي بتحصل كل يوم، وهنا بتتكلم على عملية الجدولة، هتقول مين العربات اللي تحمل وهتمشي تروح فين وهتروح منين وازاي هتيجي. مثلا بعض الامثلة اللي ممكن تبقى عندنا مسألة تعديل شبكة اللوجستيات. حط نفسك في الموقف ده، لأن أنت عندك كذا مصنع بينتجوا منتجات اللي بيخدموا أكتر من بائع تجزئة موجودين في مناطق جغرافية بعيد جدا عن بعضهم. يعني مثلا هيبقى واحد بيصنع في القاهرة ولكن بيخدم ناس موجودة في الصعيد، بيخدم ناس موجودة في مطروح، بيخدم ناس موجودة في اسكندرية، ومجموعة مصنعين كمان مش مصنع واحد، وممكن المصنعين دول يبقوا موجودين حوالين العالم مش في قلب مكان واحد. توزيعة الأماكن المنشآت اللي موجودة عندك دلوقتي بتعتبر إن هي غير ملائمة، والإدارة عايزة تعيد تنظيم أو تعيد تصميم شبكة التوزيع اللي عندك ده. ده ممكن يحصل نتيجة لإيه؟ قال لك ممكن تغيير في نمط استهلاك العملاء. مثلا حصل دلوقتي أزمة كوفيد كورونا، والناس دلوقتي ما بقتش عندها إقبال شديد على الريتيل ستورز، بدل من كده بدأ عندها يبقى إقبال كبير قوي على الأونلاين ديليفريز. فأصبح دلوقتي التغيير في طلب العميل ده بي 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 بيضمن جواه اللي انت هتغير مستويات الانتاج اللي موجود في كل واحد من دول. يبقى الهدف في النهاية هو ان انت تشوف عدد الاماكن اللي هتبقى موجودة عندك وهتبقى موجودة فين، والمساحة والكباستي بتاعتها هتبقى قد ايه، والطاقة الانتاجية بتاعتها هتبقى قد ايه. كمان ممكن يجي نتيجة ان انت اخترت موردين جديد تتعامل معاهم. اوكي، ففي الحالة دي كلها انت بتحاول تقلل تكاليف السيستم كله، وفي نفس الوقت تزود مستوى الخدمة اللي انت بتقدمه. المشكلة التانية في البرودكشن بلاننج، تخطيط وجدولة الإنتاج. افترض اللي انت برضه في نفس المشكلة اللي عندك فيها اللوجيستيك نتورك، ولكن المصنع برضه محتاج ان هو ينتج منتجات عشان العملاء، يلبي طلب العملاء خلال وقت معين. الوقت ده ممكن يبقى شهر، ممكن يبقى عدة شهور، او ممكن يبقى سنة او عدة سنين حتى. في الحالات دي من الافضل اللي انت تعتبر ان الطلب بتاع العميل هو ثابت خلال الفترة دي. على سبيل المثال الاوردرات، ممكن ناس طلبت الاوردرات او كتبت العقود اللي انت المفروض توصل المنتجات دي وتبقى موجوده في الستورز في الاوقات الفلانيه. ايه هي التكاليف اللي هتبقى داخله معاك في عمليه الانتاج؟ وهتتكون من نوعين من التكاليف، تكلفه ثابته، ودي اللي ليها علاقه بالماشينز او الالات اللي موجوده عندك، وتقدر تعتبرها ان هي السيت اب كوست او تكلفه التحضير، والفاريبل كوست او التكلفه المتغيره اللي بتبدا بتستجيب لعدد الوحدات اللي بتنتج. كذلك برضه تكلفة الاحتفاظ بالمخزون لازم تاخدها في الاعتبار. الهدف بقى بتاع الراجل المخطط اللي بيخطط لخطة الانتاج خلال الفترة الجاية هو ان هو يقابل الطلب كله ويوفي كل الطلبات، في حين ان هو يقلل تكاليف الانتاج وتكاليف المخزون خلال الفترة دي كلها. وبالطبع من الواضح جدا ان المشكلة دي ممكن تبقى معقدة اكبر بكتير جدا لما يزيد عندك عدد المنتجات اللي بيتم تصنيعها. مشكلة الانفنتوري كنترول، خد في اعتبارك ان الريتيلر بيحاول يحافظ على مستوى من المخزون اللي موجود عنده ليه مجموعة منتجات، بس في نفس الوقت الطلب العميل هو راندوم فاريبل او عشوائي، ما انتش عارف هيطلب ازاي بالظبط. بدلا من كده انت ما عندكش معلومات عن طلب العملاء خلال الفترة الجاية دي، انت كل اللي عندك هو احتمالية الطلب، احتمالية ان هو يطلب 1000 وحدة، احتمالية ان العملاء يطلبهم 1500 وحدة، هي مجرد بروبابيليتي بس. وانت عاوز تطلع وتعمل انفنتوري بوليسي او سياسة المخزون، وسياسة المخزون بتقول لك قرارين بساط جدا، هتطلب كمية قد إيه وهتطلب كل قد إيه اللي هي الري أوردر بوينتس. عامة عملية طلب المخزون بتتكون من جزئين، جزء ثابت اللي هو بغض النظر عن حجم الأوردرات اللي عندك قد إيه، يعني هي تكلفة ثابتة زي إن أنا أنقل السيارة مثلا من مكان للتاني، ده هتبقى تكلفة ثابتة بغض النظر لو حملت فيها واحدة واحدة أو لو حملت فيها مليون واحدة. وكذلك في عندك تكلفة متغيرة اللي بتزيد معاك كل ما زودت على التكلفة اللي هي تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. الريتيلر لازم يقرر ايه هي سياسه المخزون الافضل بالنسبه له اللي هي تقلل التكاليف وفي نفس الوقت تلبي طلبات العملاء كلهم.
ونفس اللي فاتت بالظبط. المشكله دي بتبقى معقده جدا معاك كل ما زادت عدد المنتجات اللي انت بتحاول تعمل لها انفنتوري بوليسي، الكروس دوكينج. وول مارت وقصه النجاح بتاعتها بتقدر توضح اهميه استراتيجيه اللوجستيات واللي احنا بنسميها الكروس دوكينج، اللي انت بتاخد المنتجات او بتحط نقطه وسيطه ما بين المصنعين وما بين الريتيلرز على طول، والنقطه الوسيطه دي ما بتخزنش جواها المنتجات، ولكن هي بتعمل كونسوليديشن او دي كونسوليديشن بس للمنتجات، وفي اقل من 48 ساعه بتكون البضاعه مشحونه ورايحه. بالطريقه دي انت بتقلل التكاليف كلها بتاع السيستم، وفي نفس الوقت بتزود الفعاليه. وطبعا بعض الاسئله اللي ممكن تبقى واضحه بالنسبه لك، كم عدد الكروس دوكينج بوينتس او نقاط الكروس دوكينج اللي المفروض تبقى موجوده عندك؟ ايه هي السيفنجز او التوفير اللي انت هتحققه باستخدام الاستراتيجيه دي؟ وازاي هتبدا بقى تطبق استراتيجيه الكروس دوكينج في الواقع؟ المشكله الرابعه وهي الانتجريشن او تداخل ما بين نظام النقل ونظام المخزون. ازاي هتعمل انتجريشن بين النظامين دول؟ احنا عارفين دايما ان انت عشان تقلل تكلفه التشغيل بتاعتك فانت محتاج تراعي تكلفه السيستم كله. فخد في اعتبارك ان العميل بيطلب طلب، فانت هتودي له جزء من البضاعه ولكن بصفه دوريه، يعني هتودي له مثلا نص العربيه مليانه بضاعه وهتوديها له كل يومين. بالطبع انت كده هتوفر في تكاليف المخزون، ولكن انت هتزود بصوره كبيره قوي في تكاليف النقل. طب افترض على الناحيه الثانيه اللي انت هتودي له سياره كامله محمله على الاخر، فاللي هيحصل بعد كده اللي انت هتودي له او هتقلل في تكاليف المخزون او هتقلل في تكاليف النقل، ولكن هتزود في تكاليف المخزون. الفكره هنا بقى ان انت بتحاول تعمل سياسه للمخزون وبتعمل استراتيجيه للنقل اللي هي بتحدد الاماكن اللي تمشي فيها عامله ازاي عشان تقلل تكاليف كلها بتاع السيستم، الانفنتوري والترانسبورتيشن. الفريت مانجمنت او اداره الاسطول، الوير هاوس اللي بيودي المنتجات لاكثر من مجموعه من العملاء في نفس الوقت، وعنده سعه محدوده من السيارات، عدد محدود من السيارات. والراجل المسؤول عن عمليه التحميل، واحد من الاهداف بتاعته ان هو يقرر العربيه دي هتمشي في انهي اتجاه، وكمان يقرر مجموعه العملاء اللي موجودين عنده يقسمهم لقطاعات عشان يبدا يشوف هيخدمهم ازاي من خلال اسطول السيارات اللي موجوده عنده. في الموضوع ده يعني اثنين ابروتشز او منهجيتين، واحده منهم ان انت تقلل عدد السيارات اللي انت بتستخدمها، واحده تانية بتركز على المسافه اللي انت بتقطعها من نقطه للتانيه. بدل ما تمشي الموضوع كله في خلال 500 كيلومتر، انا عايز اقللها ل 450 كيلومتر على سبيل المثال. المشكله دي كلها بتتسمى سنجل ديبوت كاباسيتي فيكل راوتنج بروبلم، لما يبقى عندك اكتر من كاستمرز بيخدمهم من خلال اسطول نقل ولكن الكباسيتي بتاعته محدوده شويه. مشكله تانية هي التراك راوتنج، وده لما انت عايز توصل المنتج من المخزن بتاعك لحد الريتيلر في النهايه، فانت عايز تشوف انهي اوردر او انهي ترتيب اللي تمشي فيه. هل تروح للعميل رقم واحد وبعدين العميل رقم اثنين وبعدين العميل رقم ثلاثه، ولا تمشي للعميل رقم ثلاثه وبعدين العميل رقم اثنين وبعدين العميل رقم واحد، ولا تمشي انهي ترتيب بالظبط؟ بس خد بالك اللي انت بعد ما تروح لكل دول انت محتاج ترجع للنقطه اللي انت بدات منها، اللي هي غالبا المخزن اللي انت طلعت منه وحملت البضاعه. ومن الواضح ان دي يعني جزء من المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده بتاع الكباسيتي فيكر راوتنج بروبلم. والمشكله دي بالذات اسمها ترافلنج سيلزمان بروبلم، لان هي بتفترض ان كل مندوب مبيعات عايز يروح يزور كل العملاء مره واحده وبعدين يرجع تاني لنفس النقطه اللي طلع منها. فانت عايز تقلل المسافه او الوقت اللي انت بتقطعه وانت بتروح تزور كل العملاء دول. والمشاكل كتيرة عندك والأمثلة موجودة كتيرة عندك في الكتاب. إزاي بقى تعمل موديل أو تعمل نموذج لمشكلة اللوجيستات اللي عندك؟ أنت ممكن تكون لاحظت إن المشاكل اللي إحنا ذكرناها دي ممكن تتعرف بمساليب رياضية شوية، وده معناها إن أنت عندك كل البيانات صحيحة وكل البيانات موجودة كمان. ده مش هيتغطى في الكتاب، الحاجات اللي مفيش فيها معلومات. لو أنت ما عندكش معلومات، لو أنت ما عندكش بيانات عن التكاليف، لو أنت ما عندكش معلومات كفايه عن الطلب، فالموضوع ساعتها مش هيحتاج حاجه معقده قوي. يبقى الكتاب ده مش هيدرس الحاجات اللي هي بتزود المعلومات اللي موجوده عندك، زي انظمه المعلومات او الانفورميشن سيستمز، لو السورسنج والثيرد بارتي لوجيستكس والاستراتيجيك بلاننج والاستراتيجيك بارتنرنج. للتحديد ممكن تروح وتراجع كتب تانية موجوده. بدلا من كده الكتاب ده هيركز بالظبط على البيانات اللي هتبقى موجوده عندك، على سبيل المثال تكلفه الانتاج، اوقات الانتاج، تكلفه المخازن اللي موجوده عندك، اوقات السفر او اوقات الرحلات اللي هتبقى بالنقطه والتانيه، تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وهكذا. وفي النهايه بنبدا نحلل التكاليف اللي موجوده دي عندنا كلها ونطلعها في القرار. اللوجستيات في الممارسه الفعليه او في الواقع، ازاي بقى اللوجستيين بيبداوا يحلوا مشاكل اللوجيستكس؟
يعني في بعض الأوقات بتبقى صعبة جدا في الواقع اللي أنت تحل المشكلة دي، ولكن من خلال خبرات الشركات بتستخدم بعض المنهجيات اللي هي بتحل بيها المشاكل اللي بتواجهها. واحدة من الحاجات المتوقعة جدا اللي أنت بتشوف إيه الحاجة اللي نفعت معاك قبل كده وبتطبقها تاني. على سبيل المثال، إيه مستوى سيفت ستوك اللي كان موجود عندك خلال السنة اللي فاتت عشان يتفادى اللي أنت يبقى عندك طلب للعميل زيادة وأنت ما عندكش مخزون، أو إيه هي استراتيجية التوصيل اللي نفعت معانا بصورة كبيرة قوي وإحنا محتاجين تطبقها تاني. دي أول منهجية. ثانيا، ممكن الشركات تستخدم حاجة اسمها رول أوف ثامب أو قاعدة عامة كده، مثلا زي قاعدة ال 20-80 اللي 20% من المنتجات بتؤدي ل 80% من التكاليف كلها. أو في بعض الأحيان ممكن تستخدم يعني حاجات بسيطة جدا جدا. يعني على سبيل المثال، لو إحنا عايزين نخدم منطقة زي منطقة الولايات المتحدة دي كلها ومحتاجين اللي إحنا يبقى عندنا مخزن واحد، والمخزن ده محتاجين يبقى موجود في منطقة شيكاغو، يبقى بكل بساطة هنحط مخزنين، واحد في لوس أنجلوس واحد في أتلانتا، والموضوع ده هيبقى كفاية بالنسبة لنا. أخيرا، الشركات ممكن تستخدم الحدس وممكن تستخدم الخبرة بتاع المستشارين اللوجستيين والفكرة كلها اللي أنت تشوف إيه اللي المنافس بيعمله وبتحاول تقلده زيه. وبالطبع ما حين كل الابروتشز دي كويسة جدا، ولكن الريزلتس أو النتائج بتاعتها صعب اللي أنت تقدر تقول إيه اللي أنت كسبته وإيه اللي أنت خسرته في خلال العملية دي كلها، لأن التركيز هنا ما كانش على أفضل حل ولا على أقرب أفضل حل حتى. التركيز هنا اللي إحنا نخلص ونجيب الموضوع بصورة نخلص الموضوع على طول. عشان كده أصبح بصورة كبيرة قوي اهتمام، وخاصة بعد تطور الكمبيوتينج باور أو الموارد الحوسبية، اللي أنت الشركات دلوقتي أصبحت ممكن تجيب كمبيوترات وسيرفرات بتكلفة قليلة جدا. أصبح دلوقتي اللي أنت تقدر تخطط وتستخدم أنظمة دعم المعلومات بصورة كبيرة قوي عشان تقلل التكاليف الكلية اللي داخلة في اللوجيستكس وتحسن مستوى الخدمة. هو ده اللي بنعنيه بكلمة الاوبتمايزيشن. في السيستمز دي كلها انت بتبدا تدخل البيانات دي كلها، وبعدين السيستم بيبدا يشتغل بخلال انظمه والكوريزمز او خوارزميات معينه عشان يطلع لك القرار المناسب. ولكن في بعض الاحيان السيستم ده ما تضمنش برضه اللي هو ممكن يشتغل لك بصوره مثاليه، لان هو ممكن يستخدم رول ثامب من اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، او ممكن بكل بساطه ما يبقاش في اي حسابات بتحصل داخليا وهو بيطلع لك اي قرار وخلاص. لذلك من المهم جدا ان انت تبدا تفهم بتاع التقنيات بتاع الاوبتمايزيشن في البراكتس، وتعرف ازاي تستفيد منها في الكتاب بتاعك. وبعد كده بيبدا يتكلم عن مواضيع اضافيه، وبيقول لك هو بيركز والتشديد الاساسي بتاعه على الوقت وعلى المساحه اللي انت بتاخدها وانت تحاول تحل المشاكل دي كلها. وده بيتطلع يعني ايه ريزلتس او نتائج اليلد مانجمنت والماشين سكاجولينج والراندوم ييلد برودكشن والدايناميك والاستوكاستيك فليت مانجمنت. الحاجات دي كلها مش هيناقشها هنا، تمام؟ اللي هو هيناقشه هنا بالظبط هي حاجات بتتعلق بان انت عندك سيرتانيتي وديترمينستيك او استوكاستيك سيتويشن، ولكن عندك البيانات فيها موجوده. اخيرا، احنا بنوصي بالكتاب ده كله عشان لكل اللوجيستكس مانجمنت اللي حابين يدخلوا في مجال اللوجيستكس، اللي حابين يدخلوا فيه الريجرس ماثيماتيكال اناليسيس، واللي هم مهتمين ان هم يحسنوا اللوجستيات كلهم. ده كان اوفر فيو بصوره عامه واول شابتر من الكتاب بتاع ديفيد سيمشليفي ذا لوجيك اوف لوجيستكس. هو كتاب مهم جدا جدا وفي تطبيقات قويه هتساعدك بصوره اساسيه، ومن اللي كلها تبدا تقول ان هي تطبيقات من الابلكيشنز بتاع الهندسه والصناعيه الاندستريال والسيستمز انجينيرنج اللي بتساعدك في عمليه التحسن المستمر للسكادجولينج والديسباتشنج والبرودكشن سيستمز، عملية الوير هاوسنج، عملية النقل ما بين مكان والتاني. الحاجات دي كلها لو انت قدرت تعمل لها اوبتمايزيشن وتفهمها بسرعة كويسة، في ضمان كبير ان هو يوفر لك توفير لا حصر له من المال، وكذلك برضو من الفعالية اللي انت ممكن تقدر تقوم بيها. فشوفوا الكتاب ده وقولوا لي ايه رأيكم فيهم، هل حابين نكمل في الكتاب ولا هل التوبكس بتاع الكتاب مش مهمة وبالنسبة لكم؟ مستني ردودكم.